على الشباب ألا يستعجل، ألا يستعجل. مجرد فكرة ثلاجة يروح يصور للثلاجة هنا ويصورها في الثمامة، ويصور واحد يجريبها من خارج خيمة، وأم قاعدة تطبخ وبعدين صبت الثلاجة، وكيف دور الثلاجة، انكبت الثلاجة، بقى شايف في الثلاجة، لا ما بقى، كيف حكاية ثلاجة لمدة 30 دقيقة؟ لا، يجب ألا تستعجل. يجب يعني أكيد أن يكون عندك قدرة على قراءة العديد من الروايات. يجب أن تقرأ لجابريل ماركيز، يجب أن تقرأ لنجيب محفوظ، يجب أن تقرأ لبعض كتابنا عشان البيئة وعشان الواقع الجغرافي حقنا، يجب أن تقرأ بعض الروايات العالمية، يجب أن تقرأ لهيتشكوك ولفليني وبعض المخرجين العالميين كيف كانوا يتعاملون مع أفكارهم. صحيح تختلف أفكارهم في بلدانهم عن أفكارنا في بلدنا، ظروفنا، تقاليدنا الاجتماعية، تقاليدنا الدينية، أمورنا، محفزاتنا الوطنية، نأخذ اقتباسات. يا سلام، بس أقصد أنك يعني زي هيتشوك، هذا مخرج كبير بريطاني كبير، عندك فليني مخرج إيطالي كبير، بعض المخرجين العرب الكبار أيضا على مستوى، كما قلت لكم وإحنا في لحظة الفاصل عن الأستاذ المرحوم المخرج العربي العالمي الكبير أستاذ مصطفى العقاد، الذي كان أنا من السعوديين المذيعين الذين ربما آخر اللقاءات أنا كنت أجريت معه حينما كان ضيفا في الرياض. فبالتالي مهم جدا أن يعني أنتم كالزملاء اللي يعملون في هذه الأفلام أن يعدون أنفسهم، أن يختارون، أن يحسن الاختيار، ألا يستعجل. لا تستعجل، الخلفية الثقافية لها دور كبير جدا جدا جدا، الخلفية الثقافية والفكرية حتى أيضا تخدمك بأنك أنت ما تقع في المحظور، سواء المحظور الديني أو المحظور الوطني أو المحظور الأخلاقي. تمام. تحب الدجاج؟ الأصل في الأرز. الشعلان أصل الأرز.